عليكم اللي وين راح نبقى مهمشين، اللي وين راح تبغون الوزارة ما تبوع علينا، العراق ينهجم، لا يعينون خريج، لا يعينون أحد، لا يباعون على الدراسة، لا يباعون على الخريجين، ما نريد نتعين، نريد نعيش، نريد نبني المستقبل. اللي وين راح نبقى؟ هيك العراق طايح حظه، عينونا خلي يباعون علينا، خلي يباعون على هاي الشباب، ما حد كل شيء ماكو، نريد نعيش، نريد نبني مستقبلنا، نريد نبني العراق. خطوات تصعيديه، احنا باقين هنا بالشارع لو الا نتعين، لو نعرف نشقق هدومنا هنا الا نتعين، ما نعوف الا نتعين، ما نعوف هاي السالفه. وهاي رساله للوزراء والوزارة الصحه والكل، جميع الدوله، جميع الوزراء، قول لهم هنا ما يتحركون، باقين ما نرجع الا نتعين. الاعتصامات استمرت صار لها 35 يوم احنا متواجدين هنا، المحافظات هنا مع التصميم، واحنا هالبغداد نروح ونجي، صار لنا 35 يوم على هاي الحطة، لا وزير قابلنا ولا اي واحد اجى طلع عنا. اجى الوزير وقع والله اريد 13,000 درجة وظيفية، وين ذبها براس المالية، مالية صعد لها الكتاب لحد الان ما مطية اي استجابة لهذا القانون او منفعة لهذا القانون. حاولنا ردنا انه استجابه من الوزير، لحد الان ماكو اي استجابه، باقين هنا وما نتحرك، بس اطلاق الاستماره الالكترونيه فقط. بدايه نشكر قناتكم لتواصلها ولمحاولة تغطية اعتصام العلوم. احنا شريحة مهمشة، صار لنا فوق 10 سنين مهمشة، يعني حتى نقص بالكوادر، هسه نقص بالمستشفيات، ما حد يعيننا وما حد يقبل يقلبنا، يعني فوقها جاي يقولون رحنا للوزارة الصحة تقول ما عندنا مالية، يم المالية، نروح للمالية يقول يم التخطيط، واحد يذبح على الثاني، طوبة ايش نضحكون علينا؟ يعني هسه انت عندك نقص وقلت ما عندي مالية، جاي نقول لك بالمجان، بس اضمن لي حقي، عقود اثر رجعية. شو تريد بعد؟ والثاني شغله، انت قانون، انت بلد جاي تقول انا اريد اسوي القانون، اريد اطبق القانون، وين القانون جاي تطبقه؟ اذا هذا بالتعيين المركزي انت جاي تهمش بيه وتماطل وتحاول كل المحاولات ما التسويف، شنو يعني وين تريدون توصلون؟ وين؟ هاي الشباب كله 25 و27 سنه ومتخرجين صار لهم 5 سنين 6، لا تعيين لا زواج لا شيء، يعني ليش هيك؟ ليش؟ لي وين يريدون يوصلون ويانا؟ يعني باقين ومستمرين، وهاي الخطوات جاي نصعد شويه شويه لحد ما راح توصل مرحلة الذروة، وراح نسوي غير شكل، راح نتصرف غير تصرف إذا ظلوا هيك. عليكم، احنا خريجين كليات العلوم، صار لنا سنوات هاي حملة انا علومي وطالب بحقوقي، صار سنوات مظاهرات ومقابلات مع نواب مع وزراء، كان السبب انه احنا مو مشمولين ضمن قانون التدرج الطبي، عدلنا القانون وانضمنا، اندرجنا ضمن المهن الصحية وانقر هذا القانون بجريدة الوقائع، الحدث وزارة الصحة تنكر وجودنا وما شملتنا بوجود منطلقة الاستمارة الالكترونية للمهن الصحية، فاحنا هاي وقفتنا يعني احتجاجية، يعني بلد عنده جائحة كورونا، الوزارة تعاني من نقص بالكوادر الصحية، يعني اجى الوقت اللي يزجونا بالمستشفيات، إلى متى هذا الظلم والتهميش؟ ما يصير هذا الشيء، يعني احنا خريجين صار لنا سنوات، الى متى؟ شو وقت ناخذ حقنا؟ تبقى الدرجات الوظيفيه تنسرق؟ ما صايره هاي، ترى وبعدين احنا مو ذيك الاعداد المهوله ولا الالاف مثل ما يذكرون، ترى احنا عددنا يعني مقنع وقليل، وحتى ما مطالبينهم باي تخصيص مالي قوي ولا فد شيء يسوي عجز الميزانيه الدوله، حتى قلنا نتعين ببلاش بس اعطيني عقد يضمن حقي. قابلتوا جهات معنيه؟ قابلنا من زمان الوزيره عديله وبعدين علاء العلوان وهسه الوزير حسن تميمي، طبعا هذا الوزير مشكور اللي هو اكثر واحد تعاون ويانا والله، وقال اني عندي نقص حاد بالكوادر، بس احنا مشكلتنا التخصيص المالي، يعني واحد يذبها على الاخ، يقولوا لنا الماليه هي السبب، زين الى متى؟ يعني تبقى الماليه تعرقل والصحه ما تسوي شيء، الى متى؟ مطالبنا يعني انا اريد اخذ حقي، يعني هو الوزير ما يعرف منو البيولوجي منو البكتريولوجي منو الفيزياوي، يعني احنا كلنا مهن صحيه، مختبرات محتاجه الى تخصصاتنا، انا مطلبي هسه واقفه هنا، انا مطلبي اريد اخذ حقي ومكاني بمختبرات وزاره الصحه. والله مثل ما تشوف حضرتك يعني هو تصعيد، لانه يعني الحقوق بالعراق هسه تؤخذ ولا تعطى، فاحنا واقفين هنا
لا متجاوزين لا كاسرين باب، بس واقفين هنا لأنه يعني هي وقفة احتجاجية، حق الدستوري يضمن لي الظاهر واعتصم بدون لا ضرر ولا ضرار. نحن منذ بداية الشهر الثاني ونحن نطالب وزارة الصحة وخلية الأزمة باتخاذها إجراءات حقيقية وصارمة اتجاه مواجهة فيروس كورونا. كأول أول خطوة اتخذناها بأنه فتح، أول طلب كان فتح المستشفيات التركية واستقطاب الكوادر الطبية والصحية والصحية الساندة من خريجين كليات العلوم وتدريبهم على يد كوادر أجنبية. نحن منذ الشهر الثاني ونحن وزارة الصحة وخلية الأزمة بذلك الطلب، لكن نتفاجأ لعلمنا بخطورة الفيروس أولا وإصابة، وحذرنا وزارة الصحة بأنه يأتي يوم يصاب الكوادر الطبية والصحية ولا يوجد كوادر صحية في المستشفيات، واليوم نشهد هذا الحدث. لكن لليوم لم تستجب وزارة الصحة ورئاسة الوزراء إلى هذا الطلب، بالرغم من أننا لم نطالب بالأموال. نحن لم نطالب بالأموال، نطالب خدمة لبلدنا وشعب بالعمل مجانا، لكن نضمن بأنه فقط عقود وزارية لحين موازنة 2021. احنا ما ننتظر بعد الفيروس يدخل لبيوتنا على مدة حرك، احنا نريد نتدرب على ايد كوادر أجنبية بمعزل عن المصابين بكورونا، على مود نكون رادف العفو كادر رديف للجيش الأبيض المواجه اليوم لفيروس كورونا. ونحن من اليوم نهدد بالتصعيد بالرغم من عدة الاحتجاجات وعدة اللقاءات مع وزارة الصحة ومع وزير الصحة ومع رئاسة الوزراء، لم نلقى الإذن الصاغية، نهدد بالتصعيد ومن اليوم. اليوم جينا من كافة محافظات العراق، يعني كخطوات مختصرة نوضحها للسيد الوزير. السيد الوزير مكان ما جايب قوات مكافحة الشغب وحاط هاي الجيوش بباب الوزارة، أفضل رسالتي إلى السيد الوزير يجيب جيوش كوادر صحية يخليها بالمستشفيات، لأن إحنا اليوم الآن بجائحة كورونا والمستشفيات إنه جاي تصرخ. حتى عندنا مستشفيات محافظة البصرة وبقية المحافظات فتحت باب تطوع، يعني بدأت الكوادر الصحية تنهار. هاي مو يعني رسالتي، رسالة السيد وزير الصحة قبل 4 أسابيع من قابلناه شخصيا، قال أكو نقص حاد في كوادر الصحة. فإحنا اليوم نطالب السيد وزير الصحة مكان ما يحشد هاي الجيوش ضد الكوادر الصحية وإحنا بحاجة إليها، خليه يحشد إنه هاي الجيوش النايمة على الشارع الكوادر الصحية المختصة وخدتاخد دورها في المستشفيات. المطالب أول شيء إنه عندنا أطباق استبارة إلكترونية، هاي من حقنا لأن إحنا ضمن قانون رسمي. الخطوة الثانية اللي نطالب من السيد إنه وزير الصحة يفتح باب للكوادر الصحية، لأن كل دول العالم اليوم جاي تحترم الكوادر الصحية، فعيب اليوم على المسؤول إنه يسد باب بوجه كادر صحي وهو بأمس الحاجة إلى اليوم. أول شيء صباح الخير على العراق وعلى جميع أمة محمد وعلى العراقيين وعلى العلوميين بالذات تحديداً. أول شيء إحنا متعصمين كليات العلوم، صار لنا اليوم 35 يوم معتصمين من يوم 16/6 بدأ اعتصامنا أمام وزارة الصحة في باب المعظم، مطالبين بأبسط حقوقنا المهمشة منذ سنوات، ألا وهي مطالبتنا ببداية كان بالتعيين، قالوا إنه روحوا سووا قانون التدرج الطبي عدلوا، عدلنا قانون التدرج الطبي، أخذ من عندنا دورتين انتخابية نيابية 5 سنوات، لما صوت عليه ونزل بجريدة الوقائع شهر 1/2020 إلى الآن دون تنفيذ ملموس، دون تنفيذ وحلول واقعية، إلى الآن دون استجابة فعلية. من 16/6 إلى اليوم مجرد كتب ترسل من وزارة الصحة إلى وزارة المالية دون ردود. ما هذا التسويف؟ ما هذه المماطلة؟ أنا وياكم وأنا محتاجكم، هذا الرد. زين ويانا محتاجنا سيادة الوزير، إحنا نعرفك وإحنا قبل كنا طلابك مطبقين يمك، أنا شخصيا مطبقة بمدينة الطب لما كان دكتور حسن هو المعاون الفني لمدينة الطب. ماكو حاليا استجابة فعلية، مجرد كتب ترسل لوزارة المالية دون استجابة. اليوم أول يوم تصعيد لنا وراح تشوفون بنفسكم خطوات التصعيدية، العدد جاي بالطريق إن شاء الله، والخريجين بعد ما يسكتون، إحنا ممثليهم بعد
ما نقدر نسيطر عليهم. هذه تقدر هسه تسألهم، كلهم قافين على القضية وكلهم يريدون حقهم، أسوة بأقرانهم. جائحة كورونا هي اختصاصنا احنا، الفيروسات هو اختصاص البيولوجي والتقني والتحليلات المرضية، الكيمياء مختبرات الكيمياء البي سي ار، الفيزياء هم اختصاصهم الأشعة والمفراس، الأغذية المختبرات الغذائية، البيئة مختبرات البيئة، الإحصاء الصحي قسم استحدث دون أي تعيين لأي خريج. ليش يستحدثون قسم وهم ما يريدونهم؟ باقين ومستمرين لو نعرف نبقى سنة هنا. احنا اولياء امور طلبة درسوا وتعبوا 16 سنة دراسة، تعبنا عليهم وتحملوا حر وبرد وتحملنا تهجير. احنا تهجير صف سادس بنتي علمي تحملت تهجير وتهجرنا وتعبنا ورجعنا لمحافظتنا احنا من دياله، وبعدين ورا كل هذا تقعد بالبيت؟ يعني هو يقبلها الوزير على بنته على ابنه يقبلها؟ احنا بالنسبة لنا اعتصام ما ينفض، واحنا مساندين اولادنا وبناتنا، احنا نبقى هنا لاخر نفس نبقى وياهم، يا اما يعينوهم يا اما احنا هذا يبقى اعتصامنا ما ينتهي. هذا الاعتصام 2019 بس اللي ويا بناتي 2010 و2013 و16 يعني صار هواي 10 اعوام صار ما معينين ولا طالب الا نقولها بس للواسطات، وبيناتهم هم يتقاسمون التعيينات بيناتهم، والناس اللي تدفع واللي ما عنده مثل حالنا هذا حاله بالشارع قاعد. فإحنا نطالب الوزير نطالب رئيس الوزراء نطالب يشوفونا حل، يعني أولادنا ما يصير يبقون بهذا. يعني أول شيء وباء، وبهذا الظرف الوباء المفروض هم محتاجيهم والوزارة محتاجتهم، معدلات عالية. يعني مو هذا مصيرهم هيك يصير، إذا هيك مصيرهم غلقوا الكليات، غلقوها قولوا ماكو تعيينات، وحتى ليش يتعبون يشوفون مصيرهم يشوفون حياتهم. يعني الكليات الأهلية يتعينون والحكومية اللي المعدلات العالية يقعدون بالشارع، هاي وين صايرة؟ بيا قانون هذا من يقبل عليها؟ هو الوزير يقبلها؟ احنا نبقى معتصمين ويا اولادنا ونبقى مسانديهم وما نفض الاعتصام اذا ما يشوفون حل لاولادنا. اي بلي لازم لان احنا اكو كوادر، نقص كوادر طبيه يعني هواي مستشفيات بيها نقص، ومستعدين يعني حتى لو مثلا نقول بس يثبتوهم حتى بدون اجور، بس يريد اسمائهم تثبت. هذا كل اللي احنا نطلبه من عند احنا ما نفض الاعتصام، راح نظل قاعدين هنا، راح نظل قاعدين احنا واطفال احنا وبناتنا لو 20 سنه لو 30 سنه الا ان يطلع تعيينهم، لان الشباب تعبانين. شنو ذنبهم ذولا؟ يقبل هسه هو خلي يطلع يباوع الوزير، يقبل بنته بالشمس، يقبل بنته او زوجته. احنا من محافظه النجف وجايين صار لنا شهر احنا وبزرنا، وقاعدات النسوان هاي كلها قاعده هنا، كلها الامهات قاعده هنا تتباوع وعينها على باب الوزاره. نطلب من الله ومن الوزير يسوي لنا حل، من رئيس الجمهورية يسوي لنا حل، من أي مسؤول بالدولة يسوي لنا حل. إذني والدة الطالبة لهيب قاسم محمد من ذوي الشهداء استشهد أبوها شهيد الإرهاب 2008 وتعتبر من ذوي الشهداء، ولحد الآن هي خريجة 2012-2013 ولحد الآن أنا متحملة مسؤوليتها هي وأربع بنات وولد، وما حد قال نعينهم. يعني يتعينون أصحاب المعدلات الواطئة اللي هم أهلية والمعدلات العالية، لحد الآن ما حد قال. وهذا أنا مو أناشد بس النفسي والبتي، لا هاي الشباب وشابات كلهم لحد الآن ما حد أخذ استحقاقه. يعني يصير صار لهم ولد صار لهم نايمين بالشارع 35 يوم ما حد صاح، الوزير مرة شافه بس، وإلى متى قاعدين هنا عايفين؟ محافظات جايين، أهل بغداد جايين، كلهم يناشدون البنات يجني ويروح، إلى متى؟ ليش خطية؟ هذا جزاهم، هذا الطب اللي هو احنا هسه بأمس الحاجة، جائحة كورونا ولحد الآن المستشفيات باحتياج لهم، يعني مو عدد قليل يريدون. ولحد الآن هسه لو بس واحد يطلع يقول لهم ولو عقود ولو أثر رجعي أي شيء يسوي لهم. ليش هذا الحر؟ من يرضى ذول الشباب؟ شباب الحلوة يعني يشتغل تاكسي يدفع عربانة بالشارجة؟ يعني انتم ما ترضوا. يا
صح احنا هسه يقولون الدوله والدوله ماكو موازنه انه ما اكو فلوس ماكو شيء، لا احنا يسوولهم حل على 2021 باثر رجعي باي شيء اي طريقه احنا، ولحد الان هو يعني احنا الله والكاظم لان هو دا يمشي وان شاء الله ما حد يوقفه والاطراف الاخرى ما حد يوقفه عن مسيرته. احنا اليوم مطالبنا مشروعه والكل يعني مو بس احنا، انا يعني بصوره عامه كل الكليات دا يعني ماكو هيك بالعراق، ماكو اللي يتخرج يقعد بالبيت ماكو هيك شيء ترى، يعني احنا الى متى اني خرجت 2014 زوجي مريض عفت جهالي واجيت، ما يصير هالشكل، اني من الكوت يعني حضره جنابهم نايمين واحنا هسه بالشموس يقبلون هم على اولادهم، هو متعين ومحصل له مقعد وقاعد وساكت، واحنا حاليا هنا بالشمس يقبلها هو، واني وزاره الصحه اذبها على الماليه علي من ماكو، يطلع النائب يقعد يقول سوش الحكومه ما تنفذ، الوزاره الماليه تقول سوي هم وزاره الصحه شو تقول لا على الماليه شيء ذبها على شيء، ما نعرف ماكو هيك شيء ترى يا وزير الصحه اسمع، يعني انت طبعا ها بالمناسبه تحكي لك ويا نائب شو تقول شو يقول لك اني من الناس اخويا ما متعين، اني من الناس يقول لك الوزير اني همات حالي من حالك، لا انت مو حالك من حالنا، انت اخذت مقعدك وصرت على روسنا وقاعد وساكت، احنا هذا حال بس شو تسوي؟ حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. قابلنا الوزير قبل تقريبا شهر وسوى كتاب عد يعني على وزاره الماليه، وحاليا لحد الان نايم بوزاره الماليه، وزاره الماليه ما مطيتنا كل خبر وما مطيت كل رد، ماكو هيك شيء ترى. طيب اليوم في حال وزاره الصحه لم تستجب الى مطالبكم، ما هي الخطوات التصعيديه اللي راح تاخذوها؟ باقين، احنا باقين لحد ما نطلع من يمنا حقهم، حقنا نريده، احنا ما نريد من يمهم شيء، حقنا. يعني زين انا عندي اقتراح وياهم، انتوا يا نواب يا كتل يا احزاب، خلي نسويها احنا بالعراق شيء معروف، شيء اذا تنطي فلوس مقابل يابا عينونا ننتخبكم، ما تعينونا من ننتخبكم، هو العد هو من مصعدهم غير احنا، انا من صار لي 5 سنين متعين، خلي نسويها اتفاقيه ما يخالف، عينونا ننتخبكم، ما تعينونا من ننتخبكم، هاي حشد العلوم كلها. هاي الوقفه هذا الاعتصام احنا جينا اليوم نطالب بحقنا وحق طبعا كل الشباب الخريجين، يعني باي كليه باي قسم باي جامعه، احنا المشكله خريجينا ما يعني ما يلقون الرعايه الحقيقيه من الدوله، لا قوانينها لا يعني ماكو فد شيء يعني يرعى الخريج، يعني انا تعبان 18 سنه من عمري على الدراسه، احسن مهاراتي، اتعلم، اسهر، اقرا، ادرس، كل هذا حتى اصير خريج حتى اقدر اشتغل فد شيء افيد به هذا البلد، احنا المشكله وين؟ ككليات علوم هسه بشكل عام كل كليات العلوم، المشكله انه قوانين الدوله يعني بيها فد ثغرات كلش قويه، يعني هسه انا يعني هسه يعني علوم تطبيقيه تحليلات مرضيه، انا هسه بدي اشتغل بمختبر، بدي اشتغل بالقطاع الخاص، ما اريد العام، المشكله وين؟ انه يقول لي انت ما تقدر تشتغل اذا ما عندك خدمه 4 سنين بالصحه، انا تخرجت وعندي الوثيقه، يقول لي ما تقدر تشتغل بالقطاع الخاص اذا ما عندك خدمه 4 سنين، زين يابا تعال انا اريد خدمه، اريد فد شيء خليني اشتغل بالقطاع الخاص، جيت يقول لي لازم تتعين، زين انا زين شلون المشكله شلون يعني تعيين، اقول اريد يقول لي لازم تتعين، انت تعين تعيين ماكو، زين شنو يعني هسه وين اروح؟ دائره مفرغه، يعني انت لو تتعين حتى تشتغل بالقطاع الخاص، لو هو تعيين ماكو، يعني شو وين نروح احنا؟ انا ما اريد تعيين، هسه تشتغل بالقطاع الخاص، بس المشكله انه القانون ما يخليني لا اشتغل بالقطاع الخاص ولا اشتغل بالقطاع العام، تعيين، اريد تعيين، اريد يحسنون هاي القوانين، هي هاي اللي نريده، احنا هذا اللي نطالب به، انه نتعين او يحسن القانون يخليني اقدر اشتغل، انا هسه من تخرجت من الكليه المفروض وثيقتي تاهلني انه اعمل الاختصاص اللي انا تخرجت من عنده، يعني انا هسه عندي وثيقه تخرجت من بكالوريوس من كليه، غير اشتغل باختصاصي ما يخليني اشتغل، بالقطاع الخاص ما يخليني اشتغل، هاي المشكله، من اي كليه بالعراق هسه من اي جامعه اجيب وثيقه ما يخليني اشتغل، ما ينطيني اجازه عمل. احنا عندنا ولدنا درساو صار لهم 5 سنين احنا تعبانين،
يعني ما ننظرون هالطبقة هذه طلابية، طلاب جوعانين، طلاب هلكانين، كروا ما عندهم، والله كروا ما عندهم، ليش نذنبهم ذولا؟ يعني أنا ما أحكي مصلحة بنتي ولا ابني، أصلح مصلحة عامة، ليش يعني بالواسطات وبالمحسوبية وهاي الناس ضالة يعني كل شيء ماكو يعني ما له غير الله ولا حول ولا قوته ومشكورين. هسه ما حد جاهم لحد الآن، ما حد جاهم ماكو يعني ما حد وجاء المحافظات من كربلاء من النجف من السماوة من البصرة. يعني أنا ما أحكي على مصلحتي، طالع الساعة بالأربعة لسه لا ريوق ولا شاي ولا هاي، يعني شنو ذنبنا؟ عالم يعني تعبانة، عالم تتعيش خسرت ودرست وضحت هالبلد هذا بس ماكو فائدة. يعني بنتي والله خريجة 2018-19 تقنية طبية تحليلات مرضية، احنا هنا كليات العلوم، خريجي كليات العلوم. طبعا هاي صار لنا اكثر من 35 يوم هم الشباب معتصمين هنا، طبعا لا حد يطلع ولا كانما يوميا يحولونا على فد مكان. الماليه تقول ما عندي، الوزاره تحولنا، الصحه تحولنا على الماليه، ما نعرف تعالينا شو زين. هاي وقفتنا ما حد يحس بيها، شنو ايش منتظرين؟ ايش منتظرين؟ ليش بده يسوون حل؟ هسه هاي الشمس يقبلوها، هم يقبلوها ما حد يقبلها، بس احنا ليش يعني شنو ذنبنا؟ شنو يريدون؟ شنو ننتظر من عندهم؟ ننتظر هم يقعدون؟ والله لو احنا قاعدين وساكتين ننتظر كم سنه ينتظرون العلوم؟ زين هسه بهذا الوضع احنا محتاجين، الدوائر كلها محتاجه، العلوم محتاجيها، ليش ما يعينون؟ اريد تعيين، شنو ننتظر بعد؟ انا شنو انتظر؟ هسه انا بالنسبه لي خريجه، زين شنو انتظر يعني؟ انتظر اتقاعد واقعد انا قاعده بالبيت واسكت؟ لو شنو اللي انتظره؟ ماكو، هم ما اعرف شنو اللي وين يريدون يوصلون، ما اعرف وين يعني. لازم يسوون لنا حل، احنا باقين هنا وراح نستمر، وانا بالنسبه لي من كربلاء زين اللي يعني اللي وين توصل وياهم احنا هم نوصل وياهم، ما نطلع صوتنا نوصله لاعلى مكان نوصل صوتنا، ما نسكت ونقعد هاي مستحيله بعد، يعني لا ابعد الحدود مستحيله، كلش مستحيله، لان صارت الوضعيه يعني ما يسكت عليها شيء، ما يسكت علي بعد، على شنو ساكتين؟ شو ننتظر يعني؟ بس اردفتهم شو ننتظر؟ هم ايش منتظرين؟ ليش ما يسوون حل؟ الفلوس لمن يودوها؟ لهم رواتبهم، خلي يقللون من رواتبهم، لو شنو اللي يريدونه بعد؟ حبيب هذه وقفة المطالبة بتطبيق قانون التدرج الطبي اللي لكليات العلوم، كليات العلوم من الكليات المهمشة من قبل وزارة الصحة. الصراحة صار لنا 35 يوم معتصمين هنا، ما حد جانا، لا مسؤول لا وزير الصحة طلع لنا، الوزير شمر على المالية، المالية رجعوا لوزارة الصحة وما حد جانا، وشوفت عينك انت ما حد يوصل لنا وما حد يجينا، ومتظرين احنا مظاهرتنا هاي مظاهرة سلمية للقانون لتطبيق قانون العلوم. والله ما حد اجانا، كان مجرد بعض النائبين وصلونا، نائب الدكتور اكتفاء والدكتور جواد الموسوي، التقينا بوزير الصحه، وزير الصحه وقفنا علينا بالباب دز علينا. الخطوات التصعيديه انه احنا باقي خطوات تصعيديه مسلميه مستمره، خطوات احتجاجيه تصعيديه اخرى ان شاء الله. عندنا وقفه لمجموعه كليه العلوم اللي عددنا ما يقارب 16,000 علومي. اليوم تجمعنا من كل المحافظات، محافظات العراق، للمطالبه بحقنا الشرعي والدستوري والقانوني. احنا عندنا قانون يضمن لنا حقنا الصراحه، بس لحد الان انه ما نفذوا هذا القانون. اذا هم دوله ويدعون انه دوله قانون ودوله دستور، خلي يطلقون الاستماره الالكترونيه للعلوميين، لان احنا شريحه مهمشه، شريحه مظلومه. نحن اصحاب عوائل، كل احنا عندنا عوائل، كل احنا اصحاب دخل محدود، فهذا من حقنا الدستوري والقانوني. بعد ما اكملنا سنين الدراسه الطوال، ما يقارب 16 سنه تقريبا من الدراسه، نطالب بثمره جهدنا. هذه الثمره هو التعيين، فنطالب التعيين، واليوم ما نمشي منها لحد ما تنطلق الاستماره الالكترونيه. وشكرا.
السلام عليكم، احنا خريجي كليات العلوم بكافة اقسامها الصحية، صارنا تقريبا 33 يوم معتصمين بالشارع، ماكو احد اجانا، ماكو احد اجانا وعرف مطالبنا، واحنا الكل تعرف مطالبنا بس ما حد ينفذها. ليش يعني خريج انا 16 سنة ادرس حتى اجي هنا بالشارع؟ ليش يعني 16 سنة اريد حقي؟ يعني ما يجيك وزير ينفذ مطلبك؟ يعني نروح لوزارة الصحة يقول لك روح لوزارة المالية، تروح لوزارة المالية يقول لك روح لوزارة التخطيط. ليش يعني؟ ليش وقت نبخيج طالب التعيين؟ وهذا ابسط حقوقنا، احنا طلاب، احنا قانون، احنا عندنا قانون، قانون يشملنا، قانون التدريب الطبي يشملنا بالتعيين المركزي. ليش يعني؟ احنا عندنا قانون ونشر ونشر بجريدة الوقائع، يعني ليش؟ وزير الصحة متى تشوف الاعداد اللي قدامك؟ كافي مليل، صرنا 34 يوم بالشارع، متى تشوف تفوت من يمنا جنب تنزل؟ كافي ملينا، يعني شو تتبوع علينا؟ يعني انا قانون مركزي وانت شايفنا بالشارع، احنا نريد نفيد وطننا، يعني تنقول لك نشتغل بالمجان بس عقود ضمن حقنا، ليش انت مش كافي ملينا؟